Welcome back. هلا بصراحة لما كنا بالداخل وكنا عم نشتغل فعلا لمساعدة الناس، هدف وحيد هو اللي كنا مشانه بالداخل. أنا بصراحة نفسياً كنت مبسوطة أكثر رغم كل الصعوبات تحت القصف والجوع والشيء المأساوي اللي كنا عم نشوفه كل يوم. الحقيقة أنا ما فيني أطلع بعيون الطفل، أنا وعم أشتغل فيه أبداً ما فيني أطلع بعيون الطفل ولا حدا فينا، يعني ما عنده إرادة للمساعدة السورية، ما عنده إرادة أن السورية تصير ديمقراطية مثل الباقي. أكثر من 1000 شخص ماتوا بهذاك اليوم خنقاً بدون دم، غالبيتهم كانوا من الأطفال. يعني صور جثث الأطفال مستحيل أنساها هذاك اليوم. مشفى الكهف كانت حتى ما في مكان على الأرض تحطي فيه الجثث، يعني كانوا عم يحطوا جثث فوق بعضها. يعني يوم الكيماوي الحقيقة كان صدمة كتير كبيرة بالنسبة لنا.